ايه يا حاج، عايزين يجيبوا لحمة العيد. معيش فلوس يا اختي. يعني مش هتجيب لنا لحمة العيد؟ منين؟ ما انت فضيتي جيوبي. حرام عليك، الكذب اللي انت بتكذبه ده، انت تتهز كده تطلع فلوس؟ طلع الفلوس اللي معاك. فعلا يا بابا، انت بتتعارك ليه مع امي؟ ده هي كل شوية عايزة تجيب لحمة. خلاص يا بابا، طالما معكش فلوس ناكل اي حاجة. استدعي انت فقري، انت وابوك بقى. انا عايزه نجيب لكم لحمه. تصدق يا بابا، انا بحب البانيه. انا مش مصدق وداني، انت اللي بتقول الكلام ده يا عمر. مش عايز احملك فوق طاقتك. وباميه؟ وايه باميه دي؟ في حد ياكل باميه في العيد يا حمار انت؟ تصدق انت وليه فجريه؟ ما تفكك يا وليه، هو حد لاقي دلوقتي باميه ولا ملوخيه؟ وناس كمان تقول لنا ايه، هاتوا ملوخيه نعملوها ايه بالبسكوت. خلاص يا بابا، ما تجيبش حاجه، انا هاكل سندوتش فلافل. شايفه الكلام العاجل؟ شايفه انت كلام العاجل بتاع الولا؟ انما انت عايزه تجيب اللحمه. والله ده انت عيله فقريه، حد ياكل فلافل في العيد؟ ده بتاع الفلافل بياخد اجازه حتى. مش عاجبك يا اختي الباب يفوت جامع، اتوكلي على الله. يعني انت مش عايز تجيب لنا لحمة وكمان بتكرشني؟ طب خلاص، انا بقى انا عندك وهنتن قاعدة هنا ومش ماشية. الفلافل فلافل رديء. يا جماعة انتوا استهدوا بالله، حتى الفلافل حلوة كمان. بحبكم، نور السندريسي.